الطاكسي ما عندوش فلوس، وتشوفوا المواطن مول الطاكسي ما عندوش فلوس، ها هو واللي عنده فلوس غادي في الطوموبيل بريفي. المشكل اللي وقع هو عندنا مشكل مع الفندق وما نقل سري. دابا المشكل ديال النقل السري ما مرخصش ليه، يعني هما كيقول لك نقل سياحي، هي نقل سياحي خصي لا فواتير لوكاسيو بلوس شيفور خص يكون عندها فوتشر ديال الكليان هذا اللي غادي يهز. دابا السيد ملي بغى يركب معاه الكليان جاو نزلوا ليه صحاب الفندق وضربوا هذاك مول الطوموبيل مول السكوده اللي هز الكليان دخل فيه في الطوموبيل، مشى دا الطوموبيل خزنها وجاب جاب حجره ضربها به ضربوا بالتريطوار الوجه، راه الضحيه في راس السيد راه فين هو بارك. حنا اللهم انا منكر هذا، لاني باب الحوار ما مفتوح لا مع السيد الوالي مع جميع المنظمات، حتى شي واحد ما كيبغي يحاور. يعني ما نقول لك هذه حاله لا يرتال لي حنا فيها نقصيه ان نقل يضرب السيد ضربوا مو نقل السيد هذاك اللي كيقول يدعم منه نقل سياحي هو نقل غير موجود. هاد النازله هذه اللي وقعت هي من ضمن بزاف النازلات بحال هادو، ولكن اليوم بدا الامور كتفقم هنايا في راديسون بلو بانه هذا سيدي راديسون بلو فندق يتعامل مع واحد الشركه من شركات النقل السياحي اللي هي ما كتحترمش دفتر التحملات ديالها. المهني واقف سياره الاجره كيتفاجئ بالكليان ديالو غيديه ليه، النظر اللي مشى عنده كيتكلم مع الكليان ديالو داز فيه بالسياره، ملي ضربو طاح رجع مارشاليا من النقل السياحي اللي دار بالفرار هرب مشى عطى الكليان يمكن لشي واحد اخر، رجع ليه هو بحجره لقاه هو بارك في الارض ضربو بحجره طيحو. ملي طيحو جا خوه تا هو كيغوت بانني غنديرو نفعل ونترك وكذا، بغى يتحدى القانون، راه هما تا هما اعتقلوه الناس ديال الامن. هذا الامر هذا بغينا الناس المسؤولين اللي هما معنيين بالامر هما يحدوا من هاد النزاع ومن هاد الشيء اللي كيتفاقم، من هاد التصاعدات اللي غنوليو نبداو نشوفو غير الدم والضرب والجرح، باننا حنا بغينا على هاد الشيء وبغينا نطوروا هاد المهنه ونطوروا البلاد ديالنا. الا عندنا تظاهرات كبرى غادي تستضيفها البلاد ديالنا راه ما خصناش نبقاو نشوفوا بحال هاد الحالات هادي. اذا خصنا الناس مسؤولين لا وزاره النقل ولا وزاره السياحه يتدخلوا في هاد الامر هذا، وبغينا المندوب السياحه اللي هو موجود في مدينه الدار البيضاء يتجاوب مع النقابات بان رسلنا على لقاء مقابله باش نحدوا من هاد المرض هذا، بانه هاد الناس كيديروا واحد المنافسه اللي هي غير شرعيه وما كيحترموش حتى البنود. حنا كنعرفوا النقل السياحي اللي هو كيتعامل مع وكاله العصفار هذا هو الوسيط ديالو، ماشي الوسيط ديالو هو لا ريسيبسيون ديال الفندق باش ياخذ ديك الكوميسيون ديالو ويخلي سياره الاجره واقفه قدام الباب. اللهم انا هذا منكر، هذا الشيء خصو يتغير، خصنا نغيروا السلوك ديالنا. حنا كمعطلين في النقابات، حنا بغينا غير اللي يعاوننا وبغينا غير هاد المندوب السياحي يخلف شي وثيقه يورينا النقل السياحي الخدمه ديالو منين كتبدا وفين كتسالي باش نوعوا الاخوان ديالنا حتى حنا بالدور ديالنا باش نشوفوا شكون اللي عنده الحق في هذا الفندق، واش عند الحق النقل السياحي الله يسهل عليه، الى عند الحق المشترك نعرفوا كل واحد يحترم القوانين ديالو.